قصة قضية فلسطين. نضحك بس بكرة لما تتحرر فلسطين احنا اللي رح نطلع، كل اسرى رح يطلعوا وفلسطين رح تتحرر اذا بدكم واذا ما بدكم. ما طلعش هذا الكلام من دارك لانه في يوم من الايام رح يجي هذا الاشي ويتحقق. اكيد من الاعيرة النارية على الاطفال. من هنا كما ترون ننقل رسالتنا اننا باقون هنا ولن نذهب لاي مكان. من قريه النبي صالح جنى جهال فلسطين محتله. From here as you can see those terrorist people, humans with no humanity are coming to our land trying to kill children and to make children get injured. From here we're sending our message and saying that Palestine will be free. From النبي صالح جنى جهال occupied Palestine. نحن نريد السلام مع إسرائيل أولا. إسرائيل جارتنا، نريد أن نعمل سلاما معها. يدنا ممدودة كل الوقت من أجل الحوار، من أجل السلام مع جيراننا. إسرائيل وجدت لتبقى موجودة. الله نمد ايدنا لاسرائيل. شوف رغم كل المآسي ومنقول ليس امامنا طريق الا السلام. دائما ما يكون ابو مازن عصفورا مغردا عندما يتحدث عن اسرائيل. دعك من بعض التمتمات حين اعلن ترامب القدس عاصمه لاسرائيل ونقل السفاره. طق حنك زي ما بيقولوا الشوام. ولما جاءت المصالحة الفلسطينية برعاية المخابرات المصرية كنا على يقين أن هناك من يدبر لغزة أمرا في الخفاء، وأعلننا ذلك بوضوح في حينه. غزة نظيفة، حماس ناس نظيفة، اللي ممكن تعمل أي قلاقل بينا هي الكتائب دي، الحكاية كلها إيه؟ اللي هي المقاومة، المقاومة، قاوموا أبو أم الحكاية دي كلها تفاصيل، تقاوم ولا لأ؟ تتنازل ولا لأ؟ تبيع ولا لأ؟ هتقلع ولا هتفضل محتفظ بالأندر وير بتاعك؟ ده السؤال، هو دي الحكاية اللي بتتعمل دلوقتي. ولما حدثت محاولة الاغتيال لرئيس الوزراء الفلسطيني في غزة واتهام حماس فوراً زاد اليقين لدينا رسوخا، رغم أن مقولة مهاتما غاندي التاريخية كانت حاضرة بقوة. كلما اتحد شعب الهند ضد الاستعمار الإنجليزي يتم ذبح بقرة ورميها بالطريق بين الهندوس والمسلمين فتشتعل الحرب بينهم. ابحث عن المستفيد. لكن قلت لك ساعتها وفورا أن الهدف سحق حماس وترقيع غزة ونزع السلاح. سلمونا سلاح حماس، هذا هو المطلوب. ورغم ان الحادثه هدفها تدمير المصالحه واضح، على الفور حركه فتح استبعدت تورط اسرائيل في الموضوع وقالت الكل مدان. لا صفقه قرن من دون نزع السلاح، هكذا هي الاوامر الاسرائيليه والضغوط العرب صهيونيه. ابو مازن اعلنها النهارده بقى بكل وضوح، انتهت المصالحه وسنركع غزه، بل انه ذهب بعيدا واعلن انه سيضربهم بالاحذية. نحن لا نريد منهم تحقيقا، ولا نريد منهم معلومات، ولا نريد منهم اي شيء، لاننا نعرف تماما انهم هم حركة حماس التي وقفت وراء هذا الحادث وارتكبته بكل حقارة ونزالة. بذلنا كل ما نستطيع لإنجاح المصالحة وتذليل كل العقبات في طريقها، وتحملنا ما تحملنا، لكن للأسف اصطدمنا بنتيجة صفر. الكنادر والصرامي ستنصب على رؤوسهم، على رؤوس أكبرهم وأصغرهم. الأحذية تشكل له أزمة نفسية، هكذا يتضح، وكأنه يريد أن يعوض عقدة النقص والقهر التي يعيش فيها تحت الأحذية الإسرائيلية، هكذا صرح نصا بلسانه سابقا. لك أنا لا أريد أن أدخل على الحدود لأنه في طب ما أنا عايش تحت البساطير الإسرائيلية. بتضرب بالحذاء الإسرائيلي وهضربكم بحذائي، حذاء أبو مازن.
أبو مازن حب يكون أكثر وضوحا ويعلن اعتذاره وولائه التام لمعسكر صفقة القرن بتاع بيع يا وديع مصر والسعودية والإمارات، وأعلن أنه ملتزم بالسيناريو الذي رسم سابقا لسحق الإخوان، فألصق اليوم بحماس كل الاتهامات التاريخية تمهيدا لخنق غزة حتى النهاية. فهم أول من اخترع في العالم العربي والإسلامي هذا النمط من العمل، الاغتيالات والقتل التي بدأوها في الثلاثينات من القرن الماضي وفي الأربعينات إلى يومنا هذا ولم يغيروا هذا السلوك الحقير. هم أول من قتل الخزندار وأحمد ماهر ومحمود فهم النقراشي باشا وعبد الناصر وغيرهم وغيرهم. هكذا تبدأ الحكاية دائما في وطننا العربي. غزة بتعيش أيام صعبة والروح وصلت الحلقوم في ظل الحصار الغاشم الإسرائيلي المصري للأسف، وتتوالى الاستغاثات في حين يواصل حلف صفقة القرنين الضغط بلا هوادة أو إنسانية حتى. ما فيش كهرباء، ما فيش بنزين، ما فيش سولار. افتح على اخوانكم المعبر، بتقولهم دايتوا على اخوانكم. ليش يا ابو مازن؟ ابو مازن حسبي الله وانت نعم الوكيل على اللي بتعمله في شعبك. انت بتروحش الا واحنا مالناش دعوه في مصر، ولا واحد في غزه له دعوه باللي بيصير في مصر. هادي دساس وشعار. قدمت فصائل المقاومه في غزه كل شيء، وحاولوا طيله الشهور الماضيه ان يتماهوا مع ما يحدث وأن يحنوا رؤوسهم لرياح الخيانة الهادرة، لكن صدق أحمد مطر لما قال وضعوني بإناء وقالوا لي تأقلم وأنا لست بماء. تذهب يمينا أو يسارا لا مفر، سلم سلاحك واعلن استسلامك وانضم إلى ركب الخيانة. هكذا أصبحت الرسالة شديدة الوضوح. لن تسقط الأبراج، لن تسقط الأبراج في غزة الجريحة ذات يوم، ولن تعود إلى الوراء. ستظل دوما للصمود حكاية ونموذجا ونموذجا للتضحية والفداء. ستظل نموذجا دوما للصمود حكاية ونموذجا للكبرياء، وسيكتب التاريخ في صفحاته بدم الطفولة قصة كيف العروبة أصبحت العوبة بيد الأعداء، وحضارة آلت إلى حكم العلوج وشلة العملاء. غزة الأبية، غزة الأبية، قاومي وزلزلي الأقدام، لا تستسلمي يا معقل الأبطال والشرفاء. غزة الكرامة، غزة الكرامة، اصمدي. غزة الكرامة اصمدي، فغدا يسطر مدك في سيرة العظماء، ويظل اسم أولئك الأسياد حين تآمروا وتخاذلوا في نشرة الجبناء. الله غالب. إذا الحكاية أعمق من كده، وليها علاقة بصفقة القرن اللي الأرض بتتمهد ليها، واللي بنصرخ بسببها بقالنا أكتر من 1000 يوم، واللي عشانها، عشان الصفقة، السيسي بيسرق الوقت وبيطلب المهلة تلو المهلة لتنفيذ المهمة المتفق عليها. وقد يكون انسحاب خالد مشعل ليه علاقة بالصفقة دي. تيران وصنافير كانت بند أول بيخطط ليها، إنها بند أول في الحكاية. مية النيل بيخطط ليها إنها توصل إسرائيل، وعايزين يدوا جزء محترم من سيناء الفلسطينيين، يعملوا مطار ودولة منقوص السيادة. وانسى بقى حق العودة، وانسى الأرض التاريخية، وانسى القدس، وانسى الأقصى. مالنا ومال القدس؟ وعشان تنسى القدس وتنسى الأقصى لازم تنسى اللي حررها ونشوهه ونفتري عليه. وكان طبيعي في الوقت ده يطلع الكلام ده. شو ده الناصر صلاح الدين هو اللي راح عالج ريتشارد قلب الاسد ووقف قدام الصليبيين؟ مش هو ده؟ لا، صلاح الدين واحد من احقر الشخصيات في التاريخ الانساني. الحكايه ملهاش علاقه اطلاقا بالحرب على الاسلام واللي فعلا قائمه في مصر. يوسف زيدان بيلعب دور مهم في صفقه القرن، بيزداد الدور ده وضوحا يوما بعد يوم.
بعد أن كان قد ظهر جزء من الدور ده في الفيديو المسرب سابقا. خطير جدا. خرافة. تخيل ان الناس عمالة تموت من 60 سنة وهو مفيش موضوع اصلا. مفيش حاجة اسمها مفيش حاجة كده. يقول لك لا ده المسجد الاقصى. اليهود الاقصى الجريح. طب وما لقيه قبة الصخرة والرمل. اليهود بيوصفوا القدس في العبري زي ما انت بتوصف مكة بالعربي فبتقول البيت الحرام. هم بيقولوا بيتها من قداش. اللي هو بيت المقدس برضه ساعات العربي بيقولوا البيت المقدس. فانت رحت واخد الكلمة العبرية وبتتخانق مع اليهود ده هم هيجننوا مننا. انه ايه البشر دي؟ انت واخد كلمتنا وملكش حاجة هنا أصلا. ولا هو ولا كيف الليل لانه السيسي نفسه. طب نفتح بقى. قال لي هو ليه انت عامل سنتين يعني؟ هو مسكين ظابط. قلت له عشان دي المشكله الاكبر من الاخوان المسلمين. شفت الحكايه اصلها ايه؟ لا صدمات ولا مفاجآت. اللي حرر القدس خاين، اللي استرد الارض خاين. طب مين الشريف اللي هيتم في صفقه القرن؟ اللي هيسلم الارض؟ وفي هذه الاثناء وأثناء هم بيزقوا الوقت زق عشان يتمموا الصفقة، مصر بتضيع. هو انتوا مش بقالكم 4 سنين بتعايروا الشعب كل ما تعملوا مصيبة أو حد يفتح بقه تقولوا له أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق؟ بصوا كده حواليكم ونشوف البلاد اللي حوالينا اللي حصل فيها الدواء المر أفضل من سوريا والعراق. نحمد ربنا ان احنا مش سوريا ولا العراق. احنا احسن من سوريا وليبيا. مش عارفين يناموا. شوف سوريا عامله ازاي، شوف اليمن عامله ازاي، شوف ليبيا. كانت ممكن تبقى ليبيا ولا ممكن تبقى العراق ولا ممكن تبقى سوريا ولا نبقى زي سوريا والعراق. اذا ما نظرنا الى سوريا والعراق وليبيا سنجد ان الوضع هناك اكثر خطوره. كنا زماننا زي سوريا وزي العراق زي البلاد اللي هي مش لاقيه تاكل دلوقتي. بصوا طبعا اكدت لك بألف دليل قبل كده ان احنا اسوأ من سوريا والعراق، لكن الحمد لله ادينا خدنا الختم. كندا بتحط طلبات اللجوء المصرية في نفس سرعة اتمام الاجراءات بتاعت سوريا والعراق. اوعى تقول لي كندا هتستقبل الناس وتتحملهم وتدفع لهم فلوس ورعاية صحية عشان تكايد الرخيص او تكايد الاحتلال الوطني. احنا للأسف بقينا اسوأ من سوريا والعراق او في احسن الاحوال زيهم بشكل مختلف. طب ايه علاقة سوريا والعراق بزيدان والاقصى والقدس يا عمي؟ ما هو بالطريقة دي وبمعدل الانهيار الرهيب ده المقصود والمتعمد الناس هتسكت عن موضوع القدس وصفقة القرن مقابل شوية فتات هترميهم الدول العربية راعية الصفقة، هيرموهم علينا، هيرشوهم علينا، ومقابل ان اسرائيل تتوسط عشان اثيوبيا تفتح لك حنفية المية. البلد تجاوزت مرحلة مصر بتضيع يا وحيد، وداخلة فعليا على مرحلة مصر بتركع. أسمع الشعب ديون كيف يوحون إليه، ملأ الجو هتافا بحياتي قاتليه. يا له من ببغاء عقله في إذنيه، أثر البهتان فيه وانطل الزور عليه. الله غالب. وأشوفكم بعد الفاصل. اشترك الفيديو، لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة. كم هي ثقيلة وقاسية ومريرة الحقائق عندما تتكشف. لا احد يستطيع ان يجادل ان اثقل حمل في هذا العالم هو حمل معرفة الحقيقة، ولا احد من الممكن ان يجادل ايضا في ان هذا الجيل على قدر ما كتب عليه ان يشهد من آلام وصعوبات مخاض التحول، فان اصعب ما يكابده حقيقة ما جرى من خيانات في 200 سنة الفائتة. كتب على هذا الجيل أن يتكشف أمام ناظريه ناصعا جليا حيا بأنفاس الخونة. لعنا وشطنا وجوبهنا وما زلنا بعواصف عاتية عندما أعلنا أن عربون إنشاء مملكة آل سعود كان تعهدا من مؤسسها عبد العزيز بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. لقيت فكرة الوطن القومي لليهود عاطفا من قبل السلطان عبد العزيز
السعود. أنا السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود أقر وأعترف بأنه لا مانع عندي من إعطاء فلسطين المساكين اليهود أو غيرهم كما تراه بريطانيا. وزادت الحرب علينا شراسة عندما أكدنا أن هذا التعهد كان السبب الرئيس في تأييد بريطانيا العظمى لابن عبد العزيز في اللحظة الحاسمة ضد منافسيه ابن رشيد وشريف الحجاز ليستقر له الحكم. Between Israel and Saudi Arabia, first need to know how Saudi Arabia became a country. In the west, the Sharif of Hijaz, in the north, Ibn Rashid, and in the east, Bin Saud of Nad. The Sharif was discontent with this betrayal and told the British that he would never sell out Palestine to the Empire's Balfour Declaration. He would never allow the establishment of a Zionist state in Palestine. That Sharif Hussein would not back down. So they unleashed Ibn Saud and his armies on the Hijazi territory as well. After losing Mecca, the Sharif had to flee and lose his entire territory to Ibn Saud. As you can see, right from the start, the man who, as a matter of principle, opposed a Zionist state in Palestine was kicked out of his own land. Yet the man who was willing to allow a Zionist state to be created was paid off handsomely and given an entire new country to exploit and dominate. وتمر الأيام متسارعة حبلى بالمفاجآت والتي غالبا ما تكون صادمة قاتلة مؤلمة تنحر في قلوب العرب والمسلمين كالمنشار ويتحول المنشار من تعبير مجازي إلى جريمة شنعاء قطع فيها ابن سلمان ابن ديرتو خاشقجي بالمنشار فعلا فيهب لنجدته الرئيس الأمريكي متحججا بالأهمية الاقتصادية للسعودية وغزارة الأموال التي تستثمرها في أمريكا ودورها الكبير في تخفيض سعر برميل النفط لكن كل هذه التبريرات لم تخفف من الضغوط العالمية تجاه جريمة قتل خاشقجي لم تخفف من إصرار العالم على محاكمة المتهم الأساسي ابن سلمان فاضطر ترامب تحت الضغوط الهائلة أن يعلن أمام 7.5 مليار هم عدد سكان كوكب الأرض اضطر ترامب للاعتراف عن السبب الحقيقي للدفاع عن ابن سلمان. Is that Saudi Arabia is tremendously helpful in the Middle East. If we didn't have Saudi Arabia, we wouldn't have a big base. We wouldn't have any reason, probably. You look at Israel, Israel would be in big trouble without Saudi Arabia. So what does that mean? Israel's going to leave? You want Israel to leave? We have a very strong ally in Saudi Arabia. We have an ally that said they did not commit at the top level, the crown prince, the king. They did not commit this atrocity, and it's an atrocity. It's a terrible thing. من أجل إسرائيل ومن خاطر إسرائيل وعشان تبقى إسرائيل من أجل إسرائيل سمح بإنشاء السعودية لتستطيع أن تسيطر وتحيد هذه المساحة الشاسعة لجزيرة العرب وفي القلب منها الحرمين الشريفين تحيدهم من أنهم يكونوا ضد الصهاينة من أجل الصهاينة سمح للسعودية أن تستأسد على جيرانها وتتحصل على أجزاء من أراضيهم اليمن على سبيل المثال وأن تبقى دائما ممسكة بالعصا لهم وبقيت السعودية واستمرت للحفاظ على الشرط الأساسي لإنشاء الدولة السعودية المحافظة على الدولة اليهودية وها هو ترامب يعلنها مدوية ليسمع من به صممه لولا السعودية ما عاشت إسرائيل لولا خادم الحرمين الشريفين ما بقي مغتصب ثالث الحرمين وأولى قبلتين لولا آل سعود لرحل آل صهيون هذه هي الحقيقة فتعاملوا معها إن كنت رجال الله غني.